اوعى تاكل فسيخ الا لما تشوف الفيديو دوت. النهارده هيئه الدواء المصريه طلعت بيان عاجل بشان تناول الفسيخ في شم النسيم والرنجه، طبعا كل سنه وانتم طيبين. وقلت يا جماعه لما نيجي ناكل مثلا فسيخ لازم برضو نشرب ميه كتير لما ناكل الرنجه او ناكل الفسيخ، وقال لك برضو لازم تحط ليمون وتحط بصل وتحط خل على الرنجه او الفسيخ علشان لو في اي حاجه لا قدر الله تموت الميكروبات بتاعتها. تالت حاجه قال لك لازم برضو تاكل ايه خضروات كتير زي الخس والجرجير والفجل والكرات، ده طبعا لازم تاكله مع ايه مع الفسيخ، وقال لك برضو تاكل معاه عيش اسمر. سادس حاجه قال لك برضو لازم تشرب حاجات سخنه زي الشاي الاخضر زي الشاي العادي اليانسون، كل ده تشربه علشان برضو يبقى مقاوم لاي حاجه تحصل لك لا قدر الله. بعد كده ما تاكلش اي حاجه دسمه مع الفسيخ، يعني ده اللي هيئه الدواء قالته ان اي حاجه دسمه ما تاكلهاش مع الفسيخ. يعني قلنا كده حد كام حاجه كده، قلنا حوالي 7 حاجات، دول ال7 حاجات اللي قالت عليهم النهارده هيئه الدواء المصريه قبل اكل الفسيخ او بعد اكل الفسيخ، انك لازم تواظب عليهم اللي هو شرب الميه والخضروات والشاي، وممنوع تشرب اي حاجه ساقعه عشان كل ده غلط انك تاكل الفسيخ، واي حاجات دسمه ممنوعه برده، والبطاطس والحاجات دي كلها ممنوعه مع اكل الفسيخ ومع الرنجه. ربنا يستر علينا يا رب، كل سنه طيبين، واهم حاجه نسمع النصايح دي كويسه جدا يا جماعه عشان بتفرق جدا مع ناس كتير. اهم حاجه نشير الخبر لدوت عشان الناس كلها تستفيد. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.